خليني اقول لحضرتك على ان الدوله هي الخسرانه الكبيره في الموضوع ده، هو مش الفرد فقط. ليه بقى؟ لان الدوله حضرتك عندها اللي هي عدد السكان، انا حضرتك عندي مفروض معهد التخطيط بيطلع لي حضرتك عدد السكان الاصليين بالنسبه للدوله، في ناس مجهوله الهويه، هي في ناس مش موجوده حضرتك على خارطه الدوله اصلا. يعني انا الماساه اللي الفتاه اللي هي بتتحدث عنها ده هي بكم حضرتك الحزن اللي هي بتقول انا مش موجوده على الدنيا. يعني هي حضرتك بني ادمه ربنا سبحانه وتعالى كل الحقوق وعليها واجبات، لكن هي لا بتاخد حضرتك حقوق ولا هي مش موجودة في المجتمع، مش موجودة حضرتك في الدولة. كمان الدولة حضرتك بتخسر ان فعلا العدد الحقيقي بالنسبة لعدد السكان ما بيكونش حقيقي، لان في ناس حضرتك مجهولة الهوية وفي ناس ساقطة قيد، وساقط القيد ده هو حضرتك اللي ملهوش شهادة ميلاد وملهوش حضرتك بطاقة، البطاقة ده هي بتحدد فيها حضرتك الهوية، بتحدد فيها الرقم القومي. حتى كمان أنا كدولة لو عايزة أقدم له خدمات أنا مش هعرف أقدم له خدمات. عايزة أديله كارت العيش، عايزة أديله بطاقة التمويل، عايزة أديله الشهادة الصحية، عايزة أديله حضرتك إن هو يتمتع حضرتك بكل الحقوق والواجبات لأي مواطن مصري، هو مش موجود على الخريطة. يبقى أنا ما أسألش حضرتك الدولة على إن الناس دهيت انت بتقدم لها ايه، لان هو اصلا مش موجود حضرتك، الدوله لا تعلم عنهم شيء. لكن انا عندي حضرتك كان عندي قصه ماساه كمان زي الماساه دهيت، كنت بعمل حضرتك في احدى القرى في محافظه الجيزه، حضرتك محافظه الجيزه دي مش بعيده، دي محافظه الجيزه جنبنا اهيت حضرتك، عدي الكوبري يعني بالظبط كده هو. فيعني انا مش بقول حضرتك ان احنا بندخل في الصعيد او بندخل في القرى حضرتك البعيده، ولكن في محافظه حضرتك يعني المفروض ان هي قريبه من جزء من نطاق القاهره الكبرى، من نطاق القاهره الكبرى. فحضرتك انا كنت بعمل قافله طبيه وانا واقفه حضرتك لقيت شابه جايه في حدود حضرتك تقريبا 15 16 سنه وشايله طفل جايه عليه، فبقول لها انت واقفه انت مستنيه ايه؟ قالت لي ده انا جايه طعم ابني بس مش عارفه طعمه. تمام، قلت لها هو ده ابنك؟ راحت قالت لي اه. قلت لها انت عندك كام سنه؟ قالت لي 15 سنه. قلت لها طب انت قالت لي ده انا متجوزه بقالي سنتين. قلت لها طيب عندها 13 و 15 سنه يعني تقريبا متجوزه عندها 13 سنه. تمام، قلت لها طب وانت جايه علشان تعملي ايه هنا في الوحده؟ قالت لي للاسف انا مش عارفه اطلع لابني شهاده صحيه طبعاً. لان انا مش عارفه اطلع شهاده ميلاد لابني، لان الاب يعني قام بزواجها نتيجه حضرتك ايصال اخده من الزوج لصالح الاب. يعني حتى البنت ما تقدرش ان هي يعني الفلوس ده هي تستنفع بيها، حتى حضرتك ما تقدرش ان هي تقوم محامي علشان حضرتك ان هي ترفع دعوه خلع او ترفع دعوه طلاق، لان هي اصلا قاصر في القانون. تمام؟ هي ما فيش حاجه بالظبط. وغير كده هي مش متزوجه لان ما تمش عمل وثيقه زواج بالنسبه لها. في نفس الوقت حضرتك الطفل اللي هو موجود معها مش عارفه ان هي تديله الرعايه الصحيه. شوف الماساه الاكتر بقى، ان الزوج خالف القانون وحضرتك اتسجن، هو بقى موجود تحت حضرتك تعرض القانون لمده 10 سنين. تمام كده هوت العقوبه اللي كانت موجوده عليه، فهي مش عارفه تعمل حاجه. فقرر الجد ان هو حضرتك ياخد الابن ده هوت اللي هو ابن بنته ويكتبه باسمه هو. فبدل ما حضرتك يبقى هو يعني خال الاولاد، وبدل ما يبقى حضرتك هو يعني ابن بنته، بقى حضرتك هو ابنه. هنا في نسب، اصبح في خلط انساب. خلط انساب. طيب.